السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم تميم في قناة تميم تميم. اليوم عندنا فيديو جديد واللي هو لعبة فيفا 21 من سوني 4 الجزء الثاني. يلا نبدأ بإذن الله. التفوق للهلال ذا الشوط أيضا. بالحلقة الماضية سجلنا 1-0 من بداية المباراة لنا احنا. لنا 1-0 للهلال. الهلال ضد الفيصلي زي ما قال فارس عوض في الشوط الأول. فرصة كانت خطرة لكن النهاية ما كانت مثالية. كل راح تسأل لحارس المرمى أكيد راح يكون متحسر ومحبط بعد ضياع هذه الفرصة. يهرب الكرة يا الله كانت جول. كانت بتكون جول. يلا بسم الله قاعد يقيس حبيبي. قيس زي ما تبي. خل نشوف هذا الحارس ذكي ولا غبي. ذكي لانه انا واقف هنا في حراس يرسلون من هذا وانا واقف قدامه. يا حبيبي هدف ثاني. هاي هدف ثاني يا حبيبي. هزز الشاشة. اوه ايوه يا هلالي. اوه يا هلالي. اوه فاجح من حارس المرمى في التصدي الاول. كل الفريق هذا الهدف مباشرة. كيف ممكن ان يتصدى الكرة بشكل افضل ويبعد الخطورة لكن اخطأ والخطأ. الحمد لله. ان شاء الله يعجبكم زي ما قلت لكم بالحلقه اللي راحت. اذا تبون استمر انزل لكم مقاطع من سوني العاب جديده اكتبوا برقم 1. اذا ما تبوني انزل لكم العاب عاديه زي ما انزل في الايباد خلاص اوقف سوني. بس انا قلت انزل لكم شيء جديد. لم يبحث عن استخلاص الكره بعد ما كانوا مسيطرين عليها. نوتشيانو فيتو حلوة من الدفاع خلصها افتكاك الكرة السابقة. ان شاء الله بصح عندكم الشاشة لاني انا اول مرة اسجل كذا فمثبت الكام. احاول اثبتها زين. كرة خطيرة. كرة عالية على المرمى بكثير. يلا 60 باقي لنا 40 دقيقة بس مو حقيقية. 40 دقيقة مدرب يحاول التصرف في ظل تأخر فريقه في النتيجة. يبحث انتماء جديدة ولا جديد. يلا ما علي امشيها لك. بافي تيم بي جوميز. حلو التدخل واعتراض الكرة. لا تنسون اللي قلت لكم عشان اعرف التفاعل. اذا تبون انزل العاب سوني مرة ثانية اكتبوا رقم 1. اذا ما تبون اكتبوا رقم 2 مثل ما قلت لكم بالحلقة اللي راحت. محمد كانو بافي تيم بي جوميز. تسلل يحتسب مساعد الحكم في هذه الكرة. هنشوف التسلل. محمد كانو اللي سواه تسلل. محمد كانو قاعد ذكي بس مو بذكى من يا الله قهر. تشوفون السهم الازرق اللي فوق ازرق هو انا. اما اللي ما عليه شيء هو الفريق الفيصلي لانه احنا ما نلعب يعني نفس السوني نفسه كذا. اتوقع احنا ضد الكمبيوتر او ضد ناس بس ما يطلع لك انت ضد مين. اساسا اذا كان يفكر. باقي 30 دقيقة من عمر المباراة. بس المدرب اعتقد يبحث عن انتماء جديدة. الامل العودة في اللقاء فيما تبقى من هذا الشوط. جديدة ولا جديد يا اخي وش فيك انت؟
لكن يقول احبطوا. انطلاقه كانت خاطئه من اللاعب، تسلل وضع في الاخطاء. ثاني كان يتفادى التسلل لو تاخر بعض الشيء قبل ان يتحرك، لكن اتسرع في الانطلاقه. كرة ما زالت مستمرة. اوه الشاشة مشوشة هنا في مكان خطير. الحين شلت الشاشة اوش، الحين خلاص. تسديدة بعيدة عن المرمى. بس اخاف. بتمر الكرة السهلة. بدلت الحين، شوف التبديل حقي. بس خلي تخلص ال خليني اسرح. نظرة على الأرقام والإحصائيات في المباراة ممكن تتعرف على معاناة الفريق في هذا اللقاء، الفرص اللي يخلقها ولكن لا يترجم هذه الكرات إلى أهداف أو إلى خطورة واضحة. هو بحاجة إلى لاعب حسن في الأمام بالتأكيد، يعرف طريق المرمى. رمية التماس للهلال. انا احسن لي اشوف من التلفزيون، بس اشوف الايباد عشان اتاكد من التصوير، يعني ما يصير في اي ازعاج، ما يصير في اي يعني مو باي ازعاج، اي يعني تشوش او شيء. انا الحين قاعد العب من هذا هذاني انا. فقدوا الكره. يلا تدخل في توقيت مناسب. الله على استخلاص الكره. وين راح يجيبونها ان شاء الله؟ ان شاء الله ما يجيبونها. نحو المرمى. انا شوي اشوف من عندكم، شوي اشوف من التلفزيون، خليني اكون صريح معاكم. في منطقة 18. اوهو يبعد كرة خطيرة. انا ممكن يلعب لك كرة عرضية. عرضية ممتازة في الخلف. يلا. لوتشيانو فيتو. ملعوبة الكرة إلى جوميز. بيعدي وبيمر بالكرة. خطورة مستمرة. يا الله قهر قهر. خليني ابدل. عشرة يروح يجي تسعة. باقي 20 دقيقة من عمر المباراة. في آخر دقيقتين من عمر المباراة. شفت كيف يقول آخر دقيقتين من عمر المباراة. 3 دقائق كوقت إضافي هي كل ما يتبقى. يلا 3 دقائق. مساحة متواجد على الجناح. فرصة للعرضية. يبعد هذه الخطر. حبيبي مفروض فاول لانه طيحني، اخرني في اللعب. وهذه هي صافرة نهاية المباراة. والان ما في نهاية هذا الفيديو الا اللايك والشير والسبسكرايب. ومع السلامة.